خويا المشكل اللي كاين في الاسمنه بعدا اللي غادي نقول لك انايا واحد الفكره ما عارفينهاش المغاربه كاملين. هذا العام بالضبط هذا الحولي تباع على ثلاثه المرات، الكساب باعوا البيع والشراي، والبيع والشراي باعوا للشناق، عاد باش الشناق جابوا للسوق. الكساب ربح 500 درهم 1000 درهم، والبيع والشراي حتى هو ربح 500 درهم 1000 درهم، عاد باش الشناق جابوا للسوق. الحولي ديال 2500 درهم 3000 درهم وصلت السومه ديالو ل 5500 5300. الا كانوا كيقولوا هما على حساب ما تيقولوا هما، حنا ما بغينا الضرر لتا واحد، حنا بغينا الفلاح يروج وبغينا العيات هو يعيد المليح. الا كان كيقول لك العلف، الا كان كيقول لك هو العلف كيقشل ليه الحولي 20 درهم في النهار، 365 يوم في العام، عرفتي شحال جات؟ جات تقريبا غنقولوا حنا 365 مضروبه في 20 درهم، راه جات 6000 درهم والصرف. إذا إلا كنتي تا الحولي كياكل لك 20 درهم خاصك تبيعوا لي أنايا ب 10000 درهم، أه متفق معاك. ولكن حنا ملي كنسولوا كنعرفوا، حتى تبارك الله دابا راه عصر التكنولوجيا وعصر أي حاجة اللي بغيتي غير تعرفها، العلف كيتقام ما بين 4 دراهم حتى ل 5 دراهم. هذا الشيء اللي كلشي متفق عليه دابا حاليا، الحولي كياكل ما بين 4 دراهم 5 دراهم. خديتي الحولي ب 2500 درهم كلا لك 1000 درهم، ربح 500 درهم، ربح 800 درهم. اللي غنشوف انا حولي مويان غتقول لي 4000 درهم 76 مقبوله ماشي مشكل، ولكن باش تقول لي حولي ديال 2500 درهم 2300 درهم ب 4500 5000 درهم، اللهم ان هذا منكر. هنا كاينين الناس اللي جايبه معايا 3500 درهم ما شراتش، كاين انا جايبه معايا 4000 درهم وما شراتش. الحولي الاسباني من ولينا كنشوفوا في المغرب، في بلادنا، في بلادنا اللي حنا معروفين تبارك الله بالفلاحه، حولي ديال الصبليون تيقول لك 4500 درهم، إلا كان صغير شوية تيقول لك 3500 درهم. فين هو الدعم ديال الدولة؟ ملي غيولي حولي ديال إسبانيا ب 3500 4000 درهم، فين هو الدعم ديال الدولة؟ ما شفنا والو. حنا وأول حاجة كنبغي نوجه بعدا الرسالة للعياد، العياد هو الأول شي يكون اتفقوا المغاربة كما اتفقنا في فاشعة زلزال الحوز. أقسم لك بالله خويا وما خصكش تحفظ والله، حتى الحولي يولي ب 2000 درهم 2500 درهم. العياد، العياد حنا عندنا ديك الظاهرة ديال هذا شريت أنا خاصني نشري، لا انا خاصني نفرح ولادي، لا انا هاد كنت اتفق العياد، انا كنقول للمغاربه كاملين كنت اتفق العياد، كنت اتفق العياد ان جاري ما عيطش انا ما نعيطش، صاحبي ما عندوش وعنده الاتامه حتى انا ما نعيطش. اقسم لك بالله حتى غيولي من عند الكساب للعياد، والله الشناق ما يقدر يشري. اش غنقول لك اولدي، حنا يلاه قلنا يلاه دخلنا قلنا بسم الله، ولكن اش غنقول لك؟ لا اله الا الله وليدي، والله العظيم الا الدرويش ما غاديش يقدر يشري، وحنا باقيين حنا على الله كنقلبوا، ورحنا يا سيمانه حنا كنقلبوا ما لقيناش على قد فلوسنا اللي عندنا. لا اله الا الله والصلاه. الثمن غالي ولدي، الثمن غالي بزاف، الثمن طالع بزاف، راه ما يمكنش، راه ما يمكنش، راه هذا الشيء راه لا اله الا الله وصافي. الله يا وليدي، الله الله. وكنا كنشريو حوليه كنشريوها ب 16000 ريال كاع مزيانه، كنا نشريوها ب 16000 ريال تاكل فيها تتشبع وتوكل عباد الله معاك، ولكن دابا لا، او حوليه ولات ب 90000 ريال 80000 ريال بزاف بزاف. والو ما كاينش، ما كاينش، انا ما كاينش ولدي، ما كاينش، كذب عليك كذاب يقول لك كاينه شي حاجه مناسبه، ما كاينش. لا اش غيعيد مور 60 غيشريها ياكلها في نهار ويبقى تم الجزار ما يحلو على 15 يوم ولا 20 يوم، بغيت هذيك الرويبعه تاع اللحم ما يلقاهاش، ولا ديك 10 درهم تاع اللحم ما يلقاش. اللي عنده الوليدات الله يحسن ليه العوان، اللي عنده الوليدات الله يحسن ليه العوان، وكاين ليه الله سبحانه وتعالى، حيت هذا الشيء بزاف. اخويا اش غنقول لك؟ الحولي هذا العام هذا مزيوده فيه حتى 2000 درهم، والشناقه قتلونا اخويا بزاف، كيقول لك الكساب كيقول لك انا عندي، كيقول لك العلف غالي، هذه من هنا واخا العلف غالي فهمتيني، العلف راه هو العلف غالي كاع، شحال هذا العلف شحال زيد؟ زيد 100 ريال 1000 فرانك، تزيد علينا 2000 درهم حتى 3000 درهم راه بزاف. حاولي لي هذيك العادله هذيك العام ديال 40000 ريال دابا كيقول لك 6000 درهم ماشي بزاف، محشوماش المواطن هذا اش فين غيمشي؟ علاش؟ غلاء بزاف اخويا والله، الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي من هذا المنبر. اخويا انا كنت معول نقتني الخروف ب 2500 درهم، دابا كنعول اخويا انا عندي جوج وليدات، دابا كنعول على واحد 5000 درهم ولا 5500 منين 5000 درهم؟ انا كنت كاع الشهر ديالي 2500 درهم اللي عندي في الشهر، فهمتيني؟ بنادم الله يدير شي تاويل ديال الخير وصافي.
كنتمنوا لا كنتمنوا من المسؤولين يشوفوا من هذا المنبر هذا. وشكرا. السلام عليكم. العافيه اخويا شاعله في سوق السبيت حواله صغار تيقول لك 52 60 راه الدرويشه يتخصح هذا العام وصال راه النص محال كاع واش يعي. الوالد دخل السوق قال لي راه كاين وليدي 70 80 حيد يلاه مشيو بحال مشى هو للدار رجعت انا لا بانت شي حاجه رخيصه راه نديها ما بانتش راه الله يصوبو صافي. كاين الثمانه وبزاف كاين الغلاد العامان رجع اللي مولف كي يعيد ب 34 40 كاع ما يعيد هذا العام هذا كاع. مرحبا الله خويا. السلام عليكم بعدا مبروك عواشركم. ولكن اخويا القضيه شنو نقول لك راه محاكه بزاف والسوق غالي بزاف. هو راه حولي صغير تيقول لك 60 70 بحال ما شحال بحال شحال اشنو داير لي كيلو كاع 200 درهم 150 درهم اخص هاد السنه هاد السنه هاد السنه بزاف غاليه بزاف الغلا غلا بزاف ماشي بحال هذاك العام الاخر. بعد هذاك العام الاخر كان شويه ولكن هذا العام اخص هذا العام بزاف لا بقر لا حوالي لا كل شيء غالي. وجينا مع ديك 7 الصباح 8 الصباح والو باقي حد الان باقي ما واخدين والو وباقي الغلا وتا الجوده ما كايناش فهمتيني الحوالي ناقصين فهمتيني والثمن غالي الثمن طالع والحوالي نازلين ما فهمتش. الله يدير تاوي الخير وصافي. ترى كاين 140 160 تنزيد شويه ناخد شي مقرا ترى بزاف بزاف عيب بالله. واش خريف 10 كيلو يقول لك 160 الف اش كيوزن شحال الكيلو غيطلع ب 5000 ريال الكيلو او اشناهو ما صوم هذه بشحاله ها هي صوم ها هي شدها في الكاميرا وتشوف شحال غادي تعطيك الدوبل ديال العام ولا صحيبي الثمن كاين 8000 درهم 160 الف 160 الف فين هي كاين اللي ما عندوش شحال من مره غادي مسكينه تبكي ما عندهاش العيد دابا غاديه دابا مال اشناهو فيها كنت اريد اكثر من النص ما تعيدش ها هي خرج هنا برا عند الباب وتشوف الناس غادي راجعه في حالها. لا الشفاره هنا والله تلقاو نقطه الضعف ديال الدرويش